وإعفاء الشوارب كذلك يجب على إنسان أن يقص شاربه ولا يتركه أكثر من 40 ليلة. إذا أخر هذه الأربعة تقليم الأبطار ونفس الإبط أكثر من 40 فاق الأحوال الكراهة الشديدة. نعم. ومن البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. نعم. هذا من البدع أن يتزعفر الرجل أن يتزعفر يعني يفعل الزعفرات في ثوبه وبدنه يصفر ثوبه أو بدنه في الزعفرات. وجاء في الحديث النهي عن لبس مزعفر والمعصفر أي لبس الثوب المصفوف بالزعفران أو العصفر. ثبت في حديث عبد الله بن عمرو قال رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبان معصفران قال أمك أمرتك بهذا. وفي رواية أنه قال هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها إلا على أنها من لباس الكفار أو أنها من لباس النساء. كذلك مزعفر لا ينبغي أن يتزعفر لأن هذا من خصائص النساء. لا يلبس الثوب المزعفر لا يتزعفر في ثوبه ولا في بدنه لا يلبس الثوب المزعفر والمعصر مزعفر المصفوف بالزعفران والمعصر المصفوف بالعصفر يكون أحمر يشبه لباس النساء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يتزعفر الرجل أو يخطب يده بالحنة لأن هذا في تشبه بالنساء لأن فيه تشبها بالنساء. نعم. ومن البدع أن يسدل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسدل إزاره من الخيلاء. نعم. من البدع أن يسدل الرجل إزاره من المعاصي وهو السراويل على عقبيه. والصواب أن هذا عام يتخص بالسراويل عام لا يجوز للرجل أن يترك ثوبه ينزل تحت الكعب سواء كان سروالا أو بنطلون أو ثوب أو مشلح عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسلم إزاره من الخيلاء. كان المؤلف رحمه الله رواه بالمعنى حديث معروف لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلاء. وفي اللفظ الآخر من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه. وهذا وعيد شديد. وإذا جر إزاره ولو لغير الخيلاء فهو محرم. الحديث الآخر حديث البخاري ما أسفل من الكعبين ففي النار ما أسفل من الكعبين ففي النار. جاء الوعيد الشديد أيضا في إزاره. ثبت في صحيح مسلم أن النبي قال ثلاثة لا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبر إزارة والمنفق سلعته بحلف سالب والمنان بما أعطى. دل على أن الإسبال من الكبائر سواء كان للخيلاء أو لغير الخيلاء. لكن إذا كان للخيلاء يكون أشد عقوبة أشد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه. وإن كان لغير الخيلاء فهو متوعد بهذا الحديث ما أسفل عن الكعبين ففي النار. وفي الحديث ثلاث لا يكلم الله المسبل إزارة. وجاء في الحديث الآخر أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا لوم عليه فيما بينه وبين الكعبين أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأفضل إلى نصف الساق ولا حرج في أن ينزل إلى الكعب إلى حد الكعب. إذا كان إلى نصف الساق يشق على الإنسان أو ينتقل بعض الناس فلا بأس أن ينزل إلى قرب الكعب. نعم. ومن البدع النظر في كتب العزائم والعمل بها وادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم. نعم. من البدع ومن المعاصي النظر في كتب العزائم والعمل بها. العزائم والتعزيم على الرقى الشركية. العزائم والتعزيم الرقى الشركية التي يستخدم بها الجن. فلا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم
والطلاسم التعازيم والرقع الشركية أو التي لا يعلم معناها، لأنها قد تكون بأسفع الشياطين، تكون بأسفع الشياطين أو بأسفع الجن، فلا يجوز أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يعمل بها ولا أن يرقي بها، لأنها عزائم شركية قد تكون رموز بأسماء، تكون رموز أو في لغة غير مفهومة، فالواجب الحذر. والرقية الشرعية لا بد فيها من ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون الرقية بآيات من القرآن أو بأدعية نبوية أو بأدعية مباحة. الشرط الثاني أن تكون بلسان عربي بكلام مفهوم. الشرط الثالث أن يعتقد أنها فرض وشفى بيد الله. إذا وجدت هذه الشروط صارت الرقية شرعية. فالتعازيم هذه والعزائم لا ليست في هذا الشرط، ليست بكتاب الله ولا بأدعية مباحة، وإنما هي بعزائم عزائم منادات لأسماء الجن وأسماء الشياطين، رموز وبكلمات غير مفهومة وبلغة غير مفهومة، وادعى كذلك ادعاء كلام الجن واستخدامهم وقتل بعضهم يعني بعض الجن، كل هذا من البدع. فلا يجوز الإنسان أن ينظر في كتب العزائم ولا أن يدعي أنه يكلم الجن أو يستخدمهم أو يقتل بعضهم، لأن هذا من الشعوذة ومن الكهانة ومن السحر، لأن الساحر والكاهن هو الذي يستخدم الجن، ويكون بينه وبين الجن عقد، الجن بينه وبين الإنس عقد، وهو أن يشرك بالله، لا بد أن يشرك بالله، يفعل الشرك والكفر ثم يخدمه الجن، يكفر عن المغيبات، يعطيه بكذا، يأتيه بكذا، يطيع فيه، يستجيب لمطالبه في رطم كذا أو في خروج كذا، لكن بعد أن يفي بالشرط وهو الشرك بالله. نعم. ومن البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. نعم، من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. التمائم جمع تميمة، والتميمة هو ما يعلق على الأطفال في رقبة الطفل أو في يده، يراد بها دفع، يعلقها لدفع المرض، يريد أن تكون سبب في دفع المرض. وأصل التمائم خرزات تعلقها العرب على الأطفال لدفع العين ودفع الجن، كل ما يعلق هو من التمائم. إذا يعلق في رقبة الطفل أو في يده أو الرجل أو المرأة لدفع العين فأعتقد أنها سبب، فهذا من التمائم. فثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق وجعة فلا وجع الله عليه. قال: إن الرقى والتمائم والسولة الشرك. ورخص بعض العلماء في تعليق التميمة إذا كانت من القرآن، ومروي عن مسعود عبد الله بن عمرو العاص والجماعة، والصواب الذي عليه الجمهور، جمهور الصحابة وجمهور العلماء، المنع من التمائم مطلقة سواء كانت من القرآن أو من غير القرآن، لأن النصوص عامة ولم تخصص. إن الرقى والتمائم والسور الشرك، ولم تخصص خصص الحديث بخلاف الرقى فجاء ما يخصص له. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، أما التمائم فلم يأتي ما يخصصها. فالتمائم من نوع مطلقة، النصوص عامة، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى تعليق التمائم من غير القرآن، ولأن تعليق التمائم من القرآن وسيلة إلى انتهانها،
وقضاء حاجة وهي عليه، فالصواب المنع مطلقا. قل ما التعليق والثناء والتعويذ من غير حاجة أو علة تحدث الصواب، والصواب منع ثناء مطلقا سواء بحاجة أو غير حاجة، النصوص عامة. نعم. ومن البدع اتباع الجنائز، اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها. نعم، من البدع يعني ومن المعاصي اتباع النساء للجنائز. قد قال صلى الله عليه وسلم وثبت في حديث أبي هريرة: لعن الله زائرة القبور ومتخذين عليها المساجد والسرج. اتباع النساء الجنازة وزيارة القبور ممنوع. وحكم في ذلك والله أعلم أن المرأة ضعيفة لا تتحمل، قد تبكي وقد يفتتن بها الرجال بصوتها وتختلط بالرجال، فلهذا نهي النساء، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز، ومنعت المرأة من زيارة القبور. لعن الله زائرة القبور وفلهم زوارة القبور. وكذلك لطم الخدود هذا من النياحة كما سبق، لطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر كل هذا من النياحة. ومشي الرجال حفاة منسلين بين يديها يعني مسرعين، مشي الرجال حفاة مسرعين بين يدي الجنازة. مشي الرجال، المشي واتباع الجنازة الرجال هذا سنة مشروع، لكن المؤلف قال مشي الرجال حفاة منسلين يعني مسرعين بين يديها، لعل رسول الحفاة يعني يعتقد ان هذا انه مشروع وانه يمشي خلفه حافي مع الاسراع. ان كان هذا المقصود فهذا ليس عليه دليل كونه يمشي حافي، السنة يمشي او يركب، الركبان يكون امام الجنازة والمشاة خلفها. قال العلماء يسمى ان يكون الركبان خلفها والمشاة امامها والركبان خلفها، يكون الركبان خلفها وأمامها والمشاة خلفها، والأمر في هذا واسع. المقصود أن الرجال يشرع لهم اتباع الجنائز سواء كانوا مشاة أو ركبان، أما كونهم يمشون حفاة مسبعين ويعتقدون أن هذا السنة فهذا ليس عليه دليل. نعم. ومن البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم، هذا من البدع الصراخ ولطم الخدود، أن هذا من النياحة، النياحة رفع الصوت بالبكاء. سبق الحديث النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قاطران ودرع من جرع. ولطم الخد يعني تسخط من قضاء الله وقدره، هذا من النياحة. وشق الجيب والثوب ونتف الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. فشق الثوب والصراخ ولطم الخد ونتف الشعر كل هذا من النياحة ومن المعاصي. قوله الغالب وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. هذا قد يفعله بعض الصوفية، بعض ضعفاء البصائر إذا استمع القرآن والذكر بعضهم يغمى عليه حتى يحمل، بعضهم يشق ثوبه إذا استمع الذكر يشق ثوبه، هذا من البدع، هذا مما أحدثه الناس وليس له أصل. ولهذا قال المؤلف إن هذا من البدع تشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن،
فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. نعم. وقال أنس بن مالك: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وهذا ضعيف، هذا ضعيف في سنده يوسف بن عطية ومتروك، لكن الحديث ثابت. وعظنا رسول موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، إلى آخر الحديث. هذا الحديث معروف. أما هذا الحديث فيه أنه صرخ صارخ من جانب المسجد فقال: من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. هذا ضعيف في سنده متروك وضعيف جدا لا يصلح الاحتجاج. والمؤلف أراد أن يبين أن الصراخ عند سماع الذكر أنه من البدع. نعم. لكن الحديث ضعيف جدا. نعم. وقال الفضيل بن عياض: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبه فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. هذا من أخبار بني إسرائيل، هذا من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. ولهذا قال الذهبي إنه حديث باطل. قول الفضيل: وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه، فشق رجل ثوبة فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى عليه السلام: إن كله إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. الفضيل بن عياض بينه وبين موسى عليه السلام دهور وأزمنة طويلة تنقطع دونها أعناق المطي، بين الفضيل بن عياض وبين موسى عليه الصلاة والسلام دهور. موسى أول أنبياء بني إسرائيل، وفضل وعياض متأخر. ولهذا كان من آثار من أخبار بني إسرائيل لا يعول عليه. نعم. وقال ابن المبارك: هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر. يصعقون. نعم. صعق يصعقون من الثلاثين. هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر تقعدهم على الجدران، تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون. وصنف من الناس يظهرون التقشف، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاستماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخلق ثيابه ويقولون في قيلهم: قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي شيئا لم يقله الله، ولا جاء في أثر ولا سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، وهذا مبتدع كذب وزور. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والفدية، يدعون الشوق والمحبة وسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله. والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والفدية مع الغنى عنهما، وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه. قد افترض على الخلق. نعم. خفر. نعم.
قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة، تشبه فيها بأفعال الجاهلية اجتماعهم. لعلها التشبه، واحتمل أن تشبه يعني المجتمعون. نعم. اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. هذا الأثر عن المبارك رحمه الله في بيان أفعال الصوفية وأقوالهم، وأنهم أقسام وأنواع، وذكر ابن جوزي في تلبيس إبليس عن ابن سيرين أنه أن عبد الله بن عمرو بسندها أن عبد الله بن عمرو مر برجل ساقط من العراق فقال: ما شأنه؟ فقالوا: إذا قرئ عليه القرآن أصيبه هذا. قال: إنا لنخشى الله عز وجل وما نسقط. يقول المبارك عبد الله المبارك رحمه الله الإمام الزاهد المعروف: هؤلاء الذين أصعقون عند استماع الذكر، يعني إن هؤلاء يعني فعلهم مخالف السنة، فعلهم بدعة. الصحابة أحسن منهم حالا، وما كانوا يصعقون، وما كانوا يرشى ويغمى عليهم، وإنما حصل هذا في المتأخرين في أهل الكوفة في التابعين وغيرهم. الواحد يصعق ويرشى عليه ويغمى عليه ويسقط، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله. أما الصحابة ما كانوا هكذا، كانوا أثبت قلوب عندهم ثبات، وهم أخشى لله من هؤلاء. فكان الواحد منهم كما قال الله: يوجل قلبه عند ذكر الله ويزيد إيمانه عند تلاوة القرآن، كما قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. ولم يكن الواحد منهم يغشى عليه ولا يصعق ولا يغمى عليه، بس عندهم ثبات مع قوة إيمانهم، فتوجل قلوبهم عند ذكر الله ويزدادون عند تلاوة القرآن. أما المتأخرون بعض التابعين الكوفة وفي غيرها عندهم ضعف وعدم ثبات، فكان الواحد منهم قد يصعق إذا سمع القرآن، وقد يغمى عليه، وقد يموت بعضهم، قد يحمل. ويفعل هذا أيضا الصوفية، أن الصوفية بعضهم يصعقون عند سماع الذكر، وبعضهم يصعق عند سماع الأنغام الحسنة، عند الأنغام والمزمار وكذا يصعق. هذا ما يفعل الصوفية. ولهذا قال ابن مبارك رحمه الله: هؤلاء الذين يصعقون عند سماع الذكر، يعني جرب معهم الآن، أقعدهم على جدار عالي، اقرأ عليهم القرآن، انظر هل يصعقون ولا أو لا يصعقون، اجعلهم فوق الجدار، ثم اقرأ عنهم القرآن، ليعلم أنه سيسقط ويموت. تقعدهم على الجدران العالية وتقرأ عليهم وتنظر هل يتردون إن كانوا صادقين. أقعدهم على الجدران العالية وأقرأ عليهم وتنظر هل يتردون، يعني يسقطون إن كانوا صادقين. وصنف آخر من الصوفية، صنف من الناس يظهرون التقشف، يعني يظهرون التقشف والزهر، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم، ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. يرون أن الاستماع إلى القصائد يتخذونه عبادة ودين، استماع الغناء عند الصوفية يرون يتدينون بهذا، ويظهرون الزهد، يتخذون الاستماع إلى القصائد والاجتماع سنة لهم، ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم. وفيهم من يرقص إذا سمع الأنغام حسنة
يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم قال الله عز وجل في قيله في غناء وقال الله قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي يقول ورث يقولون شيئا لم يقله الله وهم يتقولون على الله والعياذ بالله هم في طلبهم وغيرهم قال الله قال الولي قالت الحوراء يقول شيئا لم يقله الله ولا جاء في أثر ولا سنة ولم تقله حوراء ولا قاله ولي وهذا مبتدع وكذب وكذب نزل. وهؤلاء الشباب الآن الشباب صحوة وغيرهم تجدهم الآن يسمعون الأناشيد يقول الأناشيد الإسلامية الأناشيد الإسلامية من أين جاءت الأناشيد الإسلامية هل هناك أناشيد إسلامية ما في أناشيد إن كانت القصيدة طيبة يقرأه أحد والباقي يستمعون كان القصيدة طيبة ومفيدة واحد يقرأ أما جماعة ينشدون هذا معنى ما يستفيد ما يستفيد الإنسان إلا من جهة الطلب يطلب ينظر متى يرفع الصوت ومتى ينزل الصوت ولا سيما أنه تطورت الحال بهذه الأناشيد أنها صارت تلحن كتلحين الغناء حتى أنك لا تفرق بينها ولا تلحين الغناء وفيها تأوهات وأحيانا ينشد واحد وأيضا يتأوه ويغني هكذا استدرج منهم الشيطان صاروا يفرمون فعل الصوفية صاروا يطربون مثل ما ذكر يطربون ولا يؤمن أن يكون بعضهم يصفق ليس ببعيد هذا تجدهم يطربون ويلحون أنفسهم جاءهم الشيطان من هذه الناحية أنا أنصح هؤلاء الشباب أن لا يستمعوا للأناشيد وليس هناك أناشيد إسلامية هذه أناشيد صوفية كان الصحابة يقرأ الواحد القرآن وهم يستمعون ويقرأ الحديث وهم يستمعون ويقرأ أيضا القصيدة إذا كانت مفيدة بصوت عادي والباقي يستمع فيستفيد إذا كان معانيها طيبة ومفيدة حتى يستفيد أما جماعة ينشدون ما حصلت الفائدة هو المقصود الفائدة والمقصود المعاني المقصود الطرب ولا سيما إذا كانوا يلحنونها يلحنون تأوهات الذي ينبغي للشباب أن يعرضوا عن هذه الأناشيد وإذا كانت قصيدة مفيدة يقرأ واحد بصوت عالي بدون تلحين لا جماعة فهذا الأناشيد إنما هي معروف عند الصوفية وصنف آخر من الصوفية يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة يحرمون المكاسب والمعيشة تجدهم يعيشون على الصدقات منعزل ولا يفتر ويدعي الزهد والعبادة والمكاسب الله تعالى أباح المكاسب يكون سيتكسب البيع والشراء يعمل في حرفة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الغنم كان داود عليه السلام عليه الصلاة والسلام حدادا ونوح كان نجارا وما من نبي إلا رعى الغنم والصحابة كانوا يعملون ويحرثون ويبيعون ويشترون والعلماء وغيرهم لا زالوا يبيعون المكاسب والمعيشة المطلوب لكن الصوفية يحرمون المكاسب والمعيشة ويظهرون الزهد ويرون الإلحاف في المسألة والفدية شدة الحال يلحف في المسألة والسؤال والسؤال الحاكم مثلا منهي عنه لا يزال الرجل يسأل حتى يتيم وطيم وليس زوجه مجاه لحم من سأل الناس كثرة فإنما سألوا جمرة ويدعون الشوق والمحبة الصوفية يدعون الشوق والمحبة يا الله وسقوط الخوف والرجاء ما في خوف ولا رجاء يدعون المحبة هذا باطل المسلم يعبد ربه بالحب والخوف والرجاء ولهذا قال العلماء من عبد ربه بالحب وحده فهو زنديق ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري من الخوارج ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرشد ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد هؤلاء يدعون انهم يعبدون الله بالحب فوقه وحده ويسقطون خوف الرجاء وهذا يقول مالك هذا مبتدع كله والمدعي له مقيت ومنقوط عند اهل العلم والمعرفه لان الله عز وجل قد اباح الكسب والصناعه والتجاره على حكم الكتاب والسنه الى ان تقوم الساعه كما سبق وحرم المسألة وابتديها
الإلحاد في البصرة مع الغنى عنهم لا يجوز لسان أن يسأل وقول الله قد أغناه. وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف الرجاء. نعم كما قال الله تعالى عن أنبيائه ورسله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. قال يدعون ربهم خوفا وطمعا. أولئك الذين يدعون وقالوا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. أما هؤلاء الصوفية يقول ما في خوف ولا وجه. ما نعبد الله بالخوف ولا وجه. ويسأل عن رابعة العدوية أن قالت ما عبدت الله خوفا من ناره ولا طمعا في جنته فأكون كأسير السوء ولكن عبدته حبا لذاتي وشوقا إليه. هذا تذكرها كتب الوعظ عن الرابعة العدوية. هذا باطل. هذا الزندقة. يعبد الله الله تعالى يعبد بالحب والخوف والرجاء. أما يقول ما عبدت الله خوفا ولا طمعا إنما عبدت حبا لذاته هذا الزندقة. ولهذا قال المؤلف لا خلاف بين العلماء أن الله عز وجل افترض على الخلق الخوف والرجاء وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرحمة رغبا ورهبا. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب والسنة التشبه في أفعال الجاهلية في اجتماعاتهم والتحالف بينهم على التعارض والتناصر وهذا مبتدع مكروه وكانت الجاهلية تفعله فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. المراد يعني حلف التوارث. ما في حلف توارث لكن التعارض والتناصر والمؤاخاة فهذا مطلوب. يكون يتعارضون ويتناصرون ويتعارضون. المؤمنون إنما المؤمنون إخوة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن والمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا. التعارض والتناصر ونصر المظلوم وإظهار الحق هذا مطلوب. أما أحلاف الجاهلية فكلها باطلة. ولهذا قال النبي لا حلف في الإسلام وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. يعني ما في نصرة وإعانة وإظهار للحق هذا مطلوب. وأما أحلاف الجاهلية فإنها باطلة. وفق الله جميعا. وصلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذا الدرس العشرون. الجلسة هذه رقمها 20 جلسة أمضيناها في شرح هذه الرسالة وهذه هي الجلسة الأخيرة إن شاء الله لنا في هذه الدورة. سنكمل إن شاء الله الرسالة ونسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح. يكون إن شاء الله أنهينا الرسالة في 20 جلسة 20 درس. نسأل الله الجميع التوفيق والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى والشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف هنا والشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة. هذه من البدع. بسر الشهادة بأن يشهد لأحد ممن لم يأت فيه خبر أنه من أهل الجنة أو النار. لا يشهد لأحد بعين أنه من أهل الجنة إلا ما شهدت له النصوص العشر المبشرين بالجنة والفسر والتفسير وكافة بن غيث بن شماس وعكافة بن محصن وعبد الله بن السلام وغيرهم ممن ثبت له النصوص. وكذلك في النار لا يشهد إلا لما شهدت له النصوص كأبي لهب وأبي جهل. ومن عرف أنه مات على الشرك وقامت عليه الحجة وعلى الكفر يشهد له بالنار. ويشهد الكفار بالنار عموما يهود والنصارى والوثنيين. ويشهد المؤمنين بالجنة عموما لكن معين من أهل الجنة لا يشهد له إلا بدليل. والمعين كذلك من الكفار إلا إذا ما علم أنه مات على الشرك على الكفر
قامت عليه الحجة يشهد له، يشهد له الكفر ويشهد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والشهادة أن يشهد لأحد من لم يأته خبر أنه من أهل الجنة أو النار. والولاية أن يتولى قوما ويتبرع من آخرين. الولاء حب في الله وبغض في الله، يوالي من والاه الله ويعادي من عاده الله. أما أن يتولى قوما ويتبرع من آخرين بالهوى والتعصب أو لأجل الدنيا أو لأجل البدع أو لأجل مشاركة لهم في البدع، فهذا التولي هذا باطل. لكن التولي أو الموالاة الولاء والبراء من أوثق أمور الإيمان، وهو أن يوالي من والاه الله ويعادي من عاده الله. يوالي المؤمنين ولو كانوا بعيدين عن السبب، ويعادي الكفار والفاسقين ولو كانوا من الأقربين. والبراءة أن يبرأ من قوم هم على دين الإسلام والسنة، كذلك تبرأ من قوم على الإسلام وعلى السنة، هذا من البدع. يقول: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أو صنعت كذا، حتى يسقط. من البدعة سماها من البدعة هذا من المعاصي، هذا من الظلم. يأخذ السلطان الرجل ويضربه حتى يسقط أو حتى يقر بشيء قد أنكره. نعم. ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا أصنعت كذا، حتى يسقطه. ومن البدعة التغبير في المساجد. نعم، من البدعة التغبير في المساجد. و التغبير إنشاد القصائد، استماع القصائد في المساجد كما يفعله الصوفية. سئل الإمام أحمد رحمه الله عن استماع القصائد فقال: أكره وبدعة ولا يجالسه. وروى عنه أبو الحارث أنه قال: التغبير بدعة. فقيل له إنه يرقق القلب فقال: هو بدعة. وفي رواية: بدعة محدث، أنه نهى عن استماع التغبير في المساجد، إنشاد القصائد والمنكرة واستماع القصائد الجماعية وما أشبه ذلك، هذا من فعل الصوفية. لكن إذا كان هناك قصيدة مفيدة أو أشعار مفيدة أو سمع ذلك فلا بأس. إنشاد الشعر في المساجد، الشعر الطيب الذي لا محذور فيه، قد ثبت أن حفار رضي الله عنه كان ينشد الشعر في المسجد. وجاء عمر رضي الله عنه دخل المسجد فرع حسان ينشد فلحظة كأنه ينكر عليه، فقال حسان: قد كنت أنشد يعني في المسجد وفيه من خير منك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت عمر رضي الله عنه. فإنشاد القصائد إذا كان واحد ينشدها وهي قصيدة طيبة مفيدة لا بأس، والباقي يستمعون، أو يقرأ القرآن والباقي يستمعون، أو يقرأ الحديث والباقي يستمعون. أما القصيدة التي فيها غزل أو تشبيه أو لبس الحق بالباطل هذا لا يجوز، لا في المسجد ولا في غيره. وكذلك القصائد الجماعية كما يفعل الصوفية، كل هذا من البدع. نعم. وركوب النساء السروج وركوب الرجال سروج النمور. نعم، من البدع ركوب النساء السروج. السروج جمع سرد وهو رحل الدابة. السروج وهو رحل الدابة، وأسرجها وضع عليه السرج. وكل مرة تركب في سرج الدابة في رحل الدابة هذا فيه تشبه بالرجال، لأن المرأة تكون باردة بادية، والأصل المرأة تكون في الهودج في البارد، الهودج يعني يمينه وعن شماله مخفي عن الرجال. لكن كونها تركب في السرج في رحل الدابة باردة للناس هذا من البدع، لأن فيه يعني من المعاصي لما فيه التشبه بالرجال. المرأة الرجل هو الذي يركب في السرج على رحل الدابة، والمرأة تكون في الهودج. الهودج يكون عن اليمين وعن الشمال، كانت النساء تكون في الهودج بالصورة. الهودج يكون عن يمين البعير وعن يساره معروف مرتفع تكون فيه المرأة. ولهذا كانت عائشة رضي الله عنها في أسفلها تكون في الهودج، وهناك بعض الناس بعض وكلوا يحملون الهودج، يحملون ويضعونه على البعير. وفي بعض الغزوات
طاحت تقضي حاجتها ثم أركبوا الهودج يظنون أنها فيه بخفتها ولم يفقدوها، ثم تركها الجيش. وتكلم أهل لوط حينما تكلموا لما جاء صفوان المعطل متأخر وأناخ البعير وأركبها، هذا في المرأة تكون في الهودج اختفية، أما كون تكون فوق السرج هذا معناه تكون باردة للرجال، تكون فوق الرحل تكون مثل الرجل، تكون باردة للرجال تكون متشبهة بالرجال، هذا النمو. وكذلك ركوب الرجال خروج النمو جمع نبل من جلود النمو، كون يجعل الرحل من جلود النمو، لأن هذا فيه زين العاجل ولما فيه من الزينة والخيلة، ولهذا نهي عن ركوب سرج النمو. الرجال يركب السرج سرج عادي من جلد عادي، أما يكون من جلود النمور هذا فيه تشبه بالعاجل وفيه خيلة، كما أن المرأة لا تركب في السرج ولو كان من عادي سرج عادي لأنها تكون باردة، وإنما تكون في الهودج. الرجل يركب في السرج لكن لا يكون السرج من النمور، إذا كان من النمور فإنه منهي عنه لما فيه من زي العاجل والتشبه بالعاجل. نعم. واتخاذ آنية الذهب والفضة. نعم، اتخاذ آنية الذهب والفضة هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ آنية الذهب والفضة وعن الشرب في أواني الذهب والفضة، قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافيهما فإنها لهم، يعني الكفرة في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. ولا ليس الإنسان أن يتخذ الذهب في 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 الأواني ولا في ملاعق ولا في كأس يشرب بها، لا الرجل ولا المرأة، ولا مكحلة يكفل بها عينه ولا قلب ولا نظارة، لا الرجل ولا المرأة. لكن المرأة تستعمل الذهب في التحلي، في يديها، في حلقها، في أذنيها، في ساعديها وفي رجليها، لا بأس تتحلى وتتم في الذهب والفضة، أما الساعة لا بأس. أما استعمالها أواني الذهب والفضة هذا لا يجوز، ولا للمرأة. أو نظارة الذهب لا يجوز، أو قلم أو مكحلة لا يجوز، إنما تتحلى فقط. وكذلك الرجل ليس له أن يستعمل هذه الأواني ولا يستعمل ولا يتحلى إلا خاتم الفضة. نعم. ولبس الحرير والديباج. كذلك لبس الحرير والديباج هذا محرم على الرجال، وإنما يباح للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة نهى عن لبس الحرير والديباج والجلوس عليه، رواه البخاري وابن الجارود. وفي الحديث الآخر حل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. ومن البدع البناء على القبور وتجسيسها وشد الرحال إلى زيارتها. نعم، هذا من البدع من مسائل الشرك، البناء على القبور وتجسيسها. في حديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، فتجسيس القبور والبناء عليها ووضع القباب وجعل الرياحين والزهور والورود والكتابة عليها، كل هذا من المحرمات ومن البدع ومن وسائل الشرك. وكذلك شد الرحل إلى زيارة القبر، السفر من بلد إلى بلد لزيارة القبر، هذا منهي عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مسافات، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، لكن إذا كان في البلد لا بأس، تزور سنة زيارة القبور للرجال، أما أن تسافر فلا، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تشد الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا زرت المسجد وصليت في ركعتين فإنك تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. نعم. ومن البدع إعظام الموت وتخيط الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. نعم، هذا من البدع، من البدع إعظام الموت، يعني حتى يكون فاعله يعظم، حتى يكون فاعله معترض على قدر الله ساخط على قضائه،
والواجب على المسلم يرزه مصيبة أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم اجعل في مصيبتي وكن خيرا منها. قال الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أما كونه يعظم أن يحرق الثياب عند نزوله هذا من النياحة، يسود الأبواب يسود الباب هذا من النياحة، جز النواصي كل شعر يجز ناصيته تسخطا على قضاء الله وقدره، والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم يتبعون طعام لمن يأتيهم هذا من النياحة، ومبيت الناس عندهم كما قال زيد بن عبد الله البجلي: كنا نعد الاجتماع عند الميت وصنعة الطعام من النياحة. نعم. ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم. من البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان، وجاء في حديث أنه في أصحاب الساعة يتخذ القرآن مزامير. قراءة القرآن والأذان بالألحان يلحن تلحين يشبه الطرب، هذا منهي عنه، لكن تحسين الصوت هذا مطلوب، يحسن الصوت بالقرآن من دون تلحين، يحسن الأذان من دون تلحين، يحسن الصوت. وثبت في هذه البراءة الذي قرأ في العشاء والتين والزيتون قال: فما سمعت صوتا أحسن من عليه الصلاة والسلام. وقال: حسنوا أصواتكم بالقرآن، وحسنوا القرآن بأصواتكم، هذا مطلوب تحسين الصوت لكن من دون تلحين. وكذلك الأذان إذا كان أذان حسن من دون تلحين لا بأس، أما التلحين الذي يشبه الغناء فهذا مكروه. ولهذا قال ثبت في صحيح البخاري أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال لمؤذن له: أذن أذانا سمحا وإلا فاعتزلنا. أذن أذانا سمح ما في سئلتات. بعض المؤذنين تجده إذا أذن يقول الله كل ما جاء صوت يأتي صوت حي على الصلاة حي على الصلاة كل ما جاء صوت هذا تلحين مش بتلحين هذا مخروف. وبعض الناس يقلد المؤذنين يظن أن هذا حسن يقلد لا عندك أذان سمح الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله بالصوت أشهد أن محمد رسول الله أمكم كل ما جاء صوت تأتي صوت تأتي صوت هذا التلحين. وكذلك أيضا قراءة القرآن في بعض المقرئين لي مدات طويلة وكثيرات طويلة تطويل تلحين لكن تحسن الصوت لا بأس مثل ما أئمة الحرام وباشوا هذا حسن الصوت. أما مثل بعض المقرئين لي طول شكلها طويلة يمكن السكتة تكون دقيقتين أو ثلاث والآية يمدها يد صوت ثلاث دقائق وهو يمد صوته هذا التحسين هذا ما يبدا قراءة القرآن والأذان بالألحان لكن مطلوب تحسين الصوت. ولهذا قال المؤلف من بدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. ومن البدع تحلية المصاحف يعني يحلي المصاحف يحليها بالذهب هذا من البدع ومن ايضا الاسراف ما داعي لا داعي الى تحليه المصاحف حليها بالذهب وحليها بالفضه كل هذا لا اصل له. نعم. وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. نعم كذلك زخرفة المساجد منهي وهذا من اشراط الساعه لا تقوم الساعه حتى يتبهى الناس في المساجد. وجاء في بعضهم قال ما معناه قال بعضه في بناء المسجد قال يعني ابن المسجد يعني بناء قوية ولا تحمر ولا تصفر يعني اترك الزخرفة الزائدة لا ينبغي زخرف المساجد وتطويل منابر تطالع فاحشة بينما يكون بقدر الحاجة. نعم. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغفير الموتى. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل طيب. ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن
وتعطيل الموتى، يعني يستأجر إمام يصلي بالناس أو مؤذن يصلي بالناس، هذا استئجار ممنوع، لأن أو يستأجر إنسان يحج، هذا أحد أجرا على القربة، والقربة لا يخل عليها أجر، لا يخل على القرب أجر، الأذان عبادة فلا يخل عليها أجرة، والإمامة عبادة لا يخل عليها أجرة، وكذلك أيضا كذلك الحج عبادة لا يخل عليها أجرة، ولهذا سئل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل يقول صلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا؟ هذا يكون يستأجر منه. أما الرواتب من بيت المال هذه ليست من الأجرة، يكون يعطى المؤذن راتب بيت المال أو الإمام أو رجال الحصة والهيئة والقضاة والمعلمين والمتعلمين، هذه أرزاق من بيت المال، وكذلك إذا أعطوا إعانة من غير شرط من غير مشارطة هذا لا بأس به، وإن كان الأفضل أن الإنسان يتبرع هذا أفضل، لكن الأخذ من بيت المال لا بأس به، لكن المشارطة يقول مثلا أنا أصلي لكم كل شهر بكذا وكذا، شرط أهل الحي أو أذن شهر بكذا وكذا يجرى، أو لا أحج إلا بكذا وكذا، هذا ممنوع. ولهذا قال الشيخ الإسلام رحمه الله هناك فرق بين من يحج ليأخذ ومن أخذ ليحج، حج ليأخذ أو أخذ ليحج، إحداهما ممنوعة والأخرى جائزة، أخذ ليحج وحج ليأخذ، أحج ليأخذ الدراهم أو أخذ الدراهم ليحج، أيهما الجائزة؟ أخذ ليحج هذا لا بأس، أخذ المال ليحج به ليتوصل به الحج، إن عنده رغبة وله شوق إلى المشاعر ولكن ما عنده استطاعة، فهو يأخذ الدراهم ليتوصل به الحج ويقبل الحج عن أخيه المسلم ويستفيد ما زاد من العبادات. أما حج ليأخذ معناه ما حج إلا ليأخذ الدراهم، هذا هو الذي قال في شيخ الإسلام يخشى أن يقول الداخل من قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يدخلون في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فالقاعدة قاعدة أن العبادات لا تؤخذ عليها أجرة، العبادات لله ما تؤخذ أجرة على الأذان ولا على الإمامة ولا على الحج ولا على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا على... أما مسألة التعليم كما قال المؤلف رحمه الله والأخذ الأجرة على الأذان والإمامة عرفنا، لكن الأرزاق من بيت المال والرزق من بيت المال والرواتب والإعانة التي تعطى من دون أجرة بدون مشارطة لا بأس به، إنما المشارطة. أما تعليم القرآن فكونه لا بأس بأخذ الأجرة عليه، لما ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لأن الإنسان قد يعني ينشغل عن كسبه عن كسب لأولاده، تغسيل الموتى كذلك لا بأس بأخذ الأجر عليه، إذا لم يوجد من يتبرع فلا بأس بأخذ الأجرة. وفي ثبت في حديث عثمان بن العاص أنه قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. ولهذا قال الترمذي لما العمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا أن يأخذ على الأذان أجرا واستحبوا للمؤذن أن يحتسب في أذانه، لا شك أن هذا أفضل يتبرع، لكن إذا أخذ بيت المال لا حق، أو إعانات تعطى من قبل المحسنين من دون اشتراط الممنوع المشارطة. نعم. ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة ومباينة أهله ومجالبة من اعتقده والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة. نعم. ومن السنة
وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن جماعة الأئمة. يعني من السنة ومن الإيمان أن تتبرأ من الأسماء المحدثة التي تخالف السنة وتخرج عن إجماع الأمة وتباين أهلها، يعني تبتعد عنها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها، مثل إيش؟ مثل الرافضة والمرجئة والخوارج والجهم، كل هذه الأسماء تبتعد عنها وتتبرأ إلى الله منها وتتباعد عن أهلها وتجانب من اعتقدها وتتقرب إلى الله عز وجل بمخالفتها، مثل قول الرافضة والشيعة. الشيعة اسم عام لكل من يتشيع ولأهل البيت، لعلي وأهل البيت ويمن وليهم، هم طبقات. ذكر أهل الفرق أن أكثر من 24 طبقة، أعلاهم أعلى طبقة وأشدهم النصيرية الذين يقولون أن الله حل في علي، ثم يليهم المخطئ الذي خطأه جبريل وقالوا أن جبريل أرسله الله إلى علي فأخطأ ووصله إلى محمد، كفر هؤلاء. ثم الرافضة، الرافضة الذين رفضوا زيد بن علي بن حسين لما ترحم على الشيخين أبي بكر وعمر، لما سألوه عنهما قال هما وزير جدي رسول الله فرفضوه، فقال رفضتموني رفضتموني، فسموا الرافضة. وكانوا قبل ذلك يسمون الخشبية لأنهم لا يقاتلوا إلا بالخشب، ما يقاتلون بالسيف حتى يخرج المهدي، وسموا الرافضة، وهم يعبدون آل البيت ويسبون الصحابة ويكفرونهم ويدعون أن القرآن غير محفوظ وأنه ما بقي إلا السلف. نعم، فالواجب على المسلم يتبرأ من الرافضة ومن الشيعة. نعم، وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية. كل هذه من الفرق، من فرق أهل البدع. الجهمية أتباع جهم بن صفوان الذي ظهر في أوائل المئة الثانية، والجهم تكلمل على الجعد بن درهم، أول من قال به، أول من ابتدع نسخ صفات في الإسلام الجعد بن درهم. الجعد بن درهم أول من ابتدع نسخ صفات الجعد بن درهم، وكان ذلك في أوائل المئة الثانية، وكان مؤدب مروان الحمار آخر خلفاء بني أمية، والذي أنكر صفتين فقط، أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأن الله كلم موسى تكليما، بس كلمتين صفتين. لكن ترجع إلى هاتين الصفتين جميع الصفات، لأنه حينما نفى الخلة والمحبة قطع الصلة بين الله وبين المخلوق بين الخلق معناها. وكذلك لما أنكر التكريم كلام الله التكريم، أنكر كلام الله وأنكر النبوة والرسالة، يعني كل الكلام النبوات والرسالات والشراء. فلهذا قتله خالد بن عبد الله القسري أمير المشرق والعراق بواسطة بفتوى من علماء في زمانه كانوا من التابعين، فأتى به وكان يصلي بالناس جمعة والعيدين، أتى به يوم العيد وأتى به مكتفا، كتف مع مربط جعل مديرها وجعل تحت رأس المنبر وخطب، فقال في آخر خطبة بعد الصلاة ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل وأخذ التكين وذبحه ذبح الشاة والناس ينظرون، فشكره العلماء وأثنوا عليه. وذلك قال ابن القيم ولذا ضحى بكافيه الشافيه ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الخليل الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة بالله درك من أخي قرباني. ولا شك أن هذه الضحية يفوق أجرها على الضحايا، لأن هذا قطع لذاب الشر والفساد، قطع للفتنة، قطع للبدعة. ولكن مع الأسف أن هذا الرجل
لم يقتل وقبل أن يقتل اتصل به شخص يقال له جهم بن صفوان وأخذ عنه عقيدة الاستفتاء وتوسع في هذه العقيدة ونشرها بين الناس فنسب عقيدة الاستفتاء إليه فقيل لهم الجهمية والجهم بن صفوان قيض الله من يقتله هو سلم بن أحوز أمير خراسان قتل أيضا وسلسلة نفس الاستفتاء تتصل باليهود وبالمشركين وبالصابئة فالجهم أخذ عن الجعد والجعد أخذ عن أبان بن سمعان وأبان بن سمعان أخذ عن طالوت وطالوت أخذ عن لبيد بن العصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم فصارت عقيدة الاستفتاء تتصل باليهود وكان أيضا في أرض حران الجعد وفيها صابئة مشركون فصارت عقيدة الاستفتاء تتصل باليهود والصابئة والمشركين والوثنيين نسأل الله السلامة والعافية والمرجئة سبق أن المرجئة طائفتان طوائف بل أربع طوائف لكن المرجئة الغلاة وهم أتباع جهم بن صفوان أيضا تعمهم الجهم وهم الذين يقولون إن الإيمان معرفة الرب بالقلب والجهل كفر الرب بالقلب وعلى ذلك الأعمال الواجبات ليست واجبات والمحرمات ليست المحرمات يكفي المعرفة ويقول هو مؤمن كامل الإيمان إذا عرف ربه والحرورية هم الخوارج ثم حرورية نسبة إلى بلدة تسمى حرورة في العراق تجمعوا بها والخوارج عقيدتهم مكفرون المسلمين بالمعاصي قد يفعل الإنسان الكبيرة والذنب كفر وارتد والعياذ بالله والصحابة عملهم معاملة المبتدعة هم من العلماء وكفرهم وفيهم نصوص في الصحيحين ما يقرب من 10 أحاديث والنبي صلى الله عليه وسلم قال يمرقون من الدين ثم أرقصهم من الرمية وهم أهل عبادة وشجاعة في النهار وهم في الليل عباد يتعبدون وفي النهار أسود شجعان ولكن عندهم هذه العقيدة الخبيثة والمعتزلة أتباع وصل بن عطاء وعمر بن عبيد الذين أثبتوا الأسماء لله وأنكروا الصفات ويقول إن العبد يخلق على نفسه والعباد خلقوا بأفعالهم طاعات ومعاصي من دون الله وهم مبتدعة والزيدية طائفة من الشيعة وهم مبتدعة وهم أخف طوائف الشيعة هنا لهم فرق 6 فرق من الزيدية مبتدعة يفضلون علي على عثمان لكنهم لا يصلون إلى لا يعتقدون ما يعتقدون الرافضة والإمامية هم الرافضة ثم الإمامية لأنهم يقوم بإمامة 12 إماما كما سبق أن ذكرناه نص عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويسمون الاثني عشرية ويسمون الرافضة ويسمون الجعفرية كل هذه أسماء إمامية العشرية الرافضة والمغيرية هذه أيضا طائفة من طائفة منهم يقال لهم أصحاب المغيرة بن سعيد العجلي وطائفة منهم من الإمام من الشيعة ادعى الإمامة سموا الإمامية المغيرية نسبة إلى المغيرة بن سعيد العجلي والإباضية طائفة من الخوارج ينتسبون إلى عبد الله بن أباض والكيسانية كذلك طائفة منهم أصحاب كيسان مولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب طائفة من الشيعة يقال لهم كيسانية نسبة إلى كيسان مولى علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولهم يقولون بالتناسخ الأرواح وبالحلول والرجعة والعياذ بالله هم طائفة من الغلاة يقول علي يرجع ويقول بالحلول إن الله حل في علي وبالتناسخ فهم أعمال كفرية والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرية والإباضية والكيسانية والصفرية الصفرية كذلك طائفة من الخوارج نسبة إلى زياد بن الأقصى طائفة من الخوارج وهناك الأزارقة منهم كل هؤلاء يجب على المسلم يتبرأ منهم والشراة والقدرية والمنانية والأزارقة والحلولية والمنصورية والواقفة
ومن دفع الصفات والرؤية. نعم، الشرى يقول المحسن لم يجدها، والشرى لعلها طائفة من الأخوان يسمون الشرى لأنهم يدعون أنهم شروا أنفسهم وباعوها لله، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. والقدرية كذلك الذين هم معتزلة، معتزلة في صفات قدرية، يقولون العباد خالقون لأفعالهم، والمؤمن وإذا فعل المعصية خرج من الإيمان ولم يكن بالكفر. والمنامية كذلك طائفة من المعتزلة، والأزارقة طائفة من الخوارج أصحاب نافع بن عجرة، والحلولية أيضا هؤلاء كفار يقولون الذين يقولون إن الله حل في إن الله حل في علي أو في غيره، الحلولية الذي يقولون الله حل في بعض مخلوقاته، هؤلاء كفر نسأل الله السلامة والعافية. والمنصورية أصحاب المنصور العجري يقول إن الرسل لا تنقطع أبدا، والجنة رجل، الجنة رجل والنار رجل، يقول الجنة رجل أمنا بموالاة والنار رجل أمنا بالبغضة. والواقفة هم الذين توقفوا فقالوا لا نقول القرآن مخلوق ولا غير مخلوق، ولا كفرهم بعض العلماء. ومن دفع الصفات والرؤية يعني من رد الصفات والرؤية، وهذا يشمل الخوارج يشمل المعتزلة والجهمية كلهم دفعوا الصفات يعني أنكروا الصفات وأنكروا رؤية الله في الآخرة، كل هؤلاء يجب على المسلم أن يتبرأ منهم. نعم، ولها تمر. ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. يعني يقول يجب عليك أن تبرأ من هؤلاء المبتدع، وتبرأ من كل قول مبتدع، كل قول ليس له أصل في الشرع تبرأ منه، وكل رأي مخترع ليس له أصل في الشرع تبرأ منه، وكل هوى متبع يتبع لسانه في هوى يستنب. ثم قال فهذه كلها وما شاكلها، يعني هذه الفرق الذي عدها المؤلف، وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها كلها أقوال رديئة ومذاهب سيئة لا شك، تخرج أهلها من الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. هذا في تفصيل، الصواب أنها بعضها يخرج من الدين وبعضها بدعة لا يخرج من الدين، ليس كلها تخرج من الدين، بعضها تخرج من الدين مثل الجهمية ومثل ولاة القدرية، خرجهم العلماء من 62 فرقة، وأما بعضها مثل الزيدية ما يخرجون من الدين، مبتدعة ليس كلها تخرج من الدين. يقول المؤلف هنا ليس بجيد قول أن كلها تخرج من الدين ومن التقى من جملة المسلمين، بل هذا في تفصيل، بعضها تخرج من الدين التي بدعتهم تكون كفرية توصل الكفر، وبعضها بعضهم أهل بدعة. نعم. ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات فيهم في النقل، ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف، أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس ولا النشر من الأحداث، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها، فلعل الحدث يقع إليه الكتاب برجل من أهل هذه المقالات قد ابتدأ الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإثناء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم اتبع ذلك
ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشر وخفي اختراعه وشره فيظن الحدث الذي لا علم له والأعجمي والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان. ومن بارز الله ووالى الشيطان فمن نعم. المؤلف رحمه هذا النصح المؤلف رحمه الله يقول هذه المقالات وهذه الفرق وهذه المذاهب التي سمعت لها رؤساء كلهم من أهل الضلال، مثل الجهم الصفار رئيس الجهمية، مثل عمرو بن عبيد وصف بن عطاء رؤساء المعتزلة، مثل معبد الجهني وغير دمشقي، هؤلاء من رؤساء القدرية. يقول هؤلاء هذه المقالات وهذه لها رؤساء من أهل الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، احذرهم لهم أقوال كفرية، يقولون على الله ما لا يعلمون. يعني هذا يعني المذاهب التي المذاهب الكفرية يعني التي أصحابها كفرة، أما المذاهب التي دافت إلى الكفر فليس كفرة. المراد المذاهب التي تصل إلى الكفر، يقول لهم متقدمهم لهم في الكفر وسوء المقال يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعبون أهل الحق فيما يأتون، يعبون أهل السنة ويتهمون الثقات في النقل، ولذلك ما يقبلون النصوص السنة ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة، هذه حالهم، وفتحوا باب البلية بسبب قام سبب البدع، يفترون على الله البهتان، هذا يفترون ويقول أنهم على الحق ويضلون أهل السنة، ويتقولون في كتاب الله بالكذب والعدوان، إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وبلدة والحاسدين، وهم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. ثم قال المؤلف أنا أذكر طرف من أسماء المسلمين من صفاتهم لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت، يعني أذكر شيئا من صفاتهم حتى لا تغفر فلا يغفر الإنسان، لا يعرفها الغر من الناس، الغر الذي لم يجرب الأمور يغفر بهم ولا يعرف كتبهم ولا ضلالاتهم ولا بدعهم ولا النشأ من الأحداث، النشأ من الأحداث الشاب الذي في مقتبل عمره والذي بدأ يطلب العلم يغفر بكتبه، تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يعني الناشئ من الشباب يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات يعني البدع، قد ابتدع الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإثناء به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيغفر. لو فتح الكتاب من البدعة وجد فيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم يذكر وصف النبي صلى الله عليه وسلم يغفر، هذا كتاب طيب. يقول لا تغفر بهذا. ثم أتبع ذلك بدقيق كفره وخفي اختراعه وشره. يقول لا تغفر بهذا، قد يبدأ الكتاب بحمد الله والصلاة على رسول الله ثم يتبع ذلك بالكفر الخفي الدقيق، كن على حذر. فيظن الحدث الناشئ الشاب الصغير الذي لا علم عنده والأعجمي والغمر الذي لم يجرب الأمور من الناس يظن أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، وهو إيش؟ وهو مبتدئ، بسبب أنه اغتر أنه بدأ بالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا كتاب جيد، هذا وضعه عالم والذي وضعه مجد. ولعل الواحد من رؤساء الضلال ومتقدمهم في الكفر وسوء المقال يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان، لعله يعتقد فيها السنة والجماعة أنهم مشركون. ومن بارز الله ووالى الشيطان. نعم. فمن رؤسائهم المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال، وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ فقال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. نعم. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. نعم. من رؤساء أهل البدع جهم بن صفوان، قلت لكم أنه تكلم على جعد بن درهم، أول من قال بنفس صفة الاسم جعد بن درهم ثم أخذ عنه الجهم،
فنشرها وتوسع فيها ثم نسبت إلى الجهمية. الجهمية هم الذين يقولون الصفات والأسماء، هو من المتقدمين. وقد قيل له وهو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طاوة من الضلال. ويقال إنه ناظر قوم من السمنية في الهند لا يؤمنون إلا بالحسية، السمع والبصر واللمس والشم والذوق فقط. فناظروه وقالوا له الجهم ربك هذا الذي تعود، هل رأيته بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعته بأذنك؟ قال لا. قالوا هل شممته بأنفك؟ قال لا. قال هل ذقته بلسانك؟ قال لا. قالوا هل جسدته بيدك؟ قال لا. قالوا دهنه بعده. فشك في ربه وترك الصلاة 40 يوما. ثم لقش الشيطان في ذهنه أن الله موجود وجودا ذهنيا في الذهن، فأثبت وجود الله في الذهن وسلب عنه جميع الأسماء والصفات، نعوذ بالله. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما لأنه شك. ثم بعد ذلك لقش الشيطان في ذهنه الله موجود وجودا ذهنيا. نعم. ومن أتباعه وأشيائه بشون المريسي والمرقار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علية وابن أبي دؤاد وبرغوت وربلاويه والأرمني وجعفر الحذاء وشعيب الحجام وحسن العطار وسهل الحرار وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال. من الضلال يعني ها. نعم. هؤلاء هذا أتباع، هؤلاء من أتباع الجهم من أشياعه يعني الموالين له. بشر المريسي، بشر المريسي هذا تنسب إلى طائفة القلعة المريسية، وهو جهمي، يقول محش إنه معتزل لكنه جهمي، فالطائفة المريسية جهمية على طريقة الجهم ينكرون الأسماء والصفات. وكذلك من أتباع المرداد هذا يسمى عيسى بن صبيح كنيته أبو موسى المرداد من المعتزلة، وأبو بكر الأصم أيضا هذا من المعتزلة الكبار، وإبراهيم بن إسماعيل بن علية يقول ولنمد ترجمته، ولعلها إبراهيم إسماعيل بن علية من المعتزلة وأبوه من المحدثين بن علية وابنه معتزلي، وابن أبي دؤاد هذا من أكابر المعتزلة، هذا أحد القضاة، هو قاضي رئيس القضاة، رئيس القضاة في زمن المأمون من المعتزلة، وهو الذي انتحل الإمام أحمد رحمه الله. وبرغوث هذا محمد بن عيسى يلقب ببرغوث، كان على مذهب النجار معتزلي من المعتزلة. وربالويه والأرمني كل هذا أسمى من المبتدعة، من رؤساء المبتدعة. وجعفر الحذاء من أئمة المعتزلة أيضا، وشعيب الحجام أيضا كذلك من المعتزلة، وحسن العطار وسهل الحرار ما ضبطها يحتمل، كل هذا من رؤساء الضلال. وأبو لقمان الكافر في جماعة سواهم من الضلال، مؤلف وصفه بالكافر لعله لهم أعمال كفرية. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عنهم وأن يبتعد عن آرائهم. نعم. في جماعة سواهم من الضلال، وكل العلماء يقولون في من سميناهم أنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. نعم. يقول هؤلاء ليس يقول ما أنا ما أتقيت، بل هناك غيرهم، هؤلاء وغيرهم اجتنبهم، فهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة، وكل العلماء يرون أنهم أئمة الضلال. نعم. ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمر بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظامي. النظام من المعتزلة. وإبراهيم النظامي وبشر المعتزلة.
النظام وإبراهيم النظام بدنيا ميم بدون عز. وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعم. نعم. ومنهم الحسن بن عبد وهاب الجبائي وأبو العنبس الصميري، ومن الغافرة المغيرة بن سعيد وعبد الله بن سبع وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الغطاشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة. نعم. بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. نعم. فهؤلاء أيضا كذلك من رؤساء الضلال. معبد الجهني هذا أول من تكلم في القدر، معبد الجهني بالبصرة، وكذلك غيلان الدمشقي، كلاهما هذه رؤساء القدرية، أول من تكلم في القدر مثل القدر معبد الجهني بالبصرة وغيلان الدمشقي، فهم من القدرية. يقول إنه من أصل النصراني معاصر الدولة الأموية. المقصود أنهم من رؤساء القدرية. وثمامة ابن الأشرف من المعتزلة أيضا، وعمرو بن عبيد هذا هو مؤسس مذهب الاعتزال، عمرو بن عبيد ووصل بن عطاء، وأبو الهذيل العلاف شيخ المعتزلة في القرن الثالث، هو الذي شرح مذهب المعتزلة وفرع المذهب وبناه على الأصول الخمسة، وألف لهم كتابين، أصول المعتزلة الخمسة بنى على الأصول الخمسة، اللي هي التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذه أصول المعتزلة، أصول الدين عند المعتزلة، أصول الدين عند أهل السنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أصول المعتزلة التوحيد والعدل والمنزلة بين المنزلتين وإنقاذ الوعيد والأمر المعروف والنهي عن المنكر. وصول الرافضة أربعة، توحيد والعدل والنبوة والإمامة، هذا وصول الدين عند الرافضة. عمرو بن عبيد قال من رؤساء المعتزلة، وواصل بن عطاء هما اللذان أقتسم مذهب الاعتزال، وأبو الهذيل العلاف هذا شيخ المعتزلة والذي شرح المذهب وفرع وبنى الكتاب وبنى المذهب على الكتاب، صنف لهم كتابين. وإبراهيم النظام من المعتزلة أيضا، وله أقوال كفرية. وبشر بن المعتمر أيضا من كبار المعتزلة، يقول والذي في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعني، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي، هذا الشيخ المعتزلة أيضا من شيوخ المعتزلة، كان أبوها أيضا من شيوخ المعتزلة، وأبو العنبس الصميري ومن المعتزل أيضا، ومن الرافضة المغيرة ابن سعيد وعبد الله بن سبع، عبد الله بن سبع اليهودي الحميري اليمني دخل في الإسلام نفاقا في زمن علي رضي الله عنه، وادعى أن علي مظلوم، طلبه عمر علي لقتله ففر عبد الله بن سبع، دخل في الإسلام نفاقا، وهم تنسب إليه طائفة السبعية الذين عبدوا علي، وهشام الفوطي أيضا شيعي، وأبو الكروس شيعي، وفضيل الرقاشي شيعي من الشيعة، وأبو مالك الحضرمي شيعي، وصالح قبة شيعي. كل هؤلاء يجب على المسلم أن يبتعد عن آرائهم وبدعهم الضالة. يقول بل هم أكثر من أن يحفوا في كتاب أو يحفوا بخطاب. أهل البدع ورسل البدع كثيرون، ما تستطيع تحويهم في كتاب ولا تحصيهم، لا يحويهم خطاب ولا يحصيهم كتاب لكثرتهم، تبتعد عنهم. لكن هذا ذكرت أمثلة لهم، هذه أمثلة لرؤسائهم وكبارهم. نعم. ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم، ورجع مجالسة من يستشهد بأقوالهم ويناظر بكتبهم، ومن خبارثهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها وقوله أحوث القول
ابن كلاب وحسين النجار وأبو بكر الأخر وابن علي أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا. نعم. يقول المؤلف رحمه الله أيضا أن ذكرت لك طرفا منها من أئمتهم ليجتنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم. الحدث عن الناشئ الشاب الناشئ يجتنب الشاب الناشئ يجتنب بدعهم وضلالاتهم وليحذر مجالسة من يستشهد بقولهم. ليستشهد بقول البدع على الناشئ أنه يحذر ولا يجالس. فإذا رأى من يستشهد بأقوال أهل البدع أو يناظر بكتبهم فإن عليه أن يجتنبه. عليه أن يجتنبه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله لا تجالس صاحب كلام وإن ذب عن السنة فإنه لا يعول إلى خير. فعلى الحدث والناشئ والشاب يبتعد عن البدع. وإذا رأى من يستشهد بكلامهم أو يناظر بكتبهم فإنه الخلاف. يقول المؤلف ومن خبثائهم ألم ذكر به ومن خبثاء أهل البدع ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة ونصر لها وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين النجار. يقول من الخبثاء الذين يظهرون في كلامه الذب عن السنة والنصر للسنة وقولهم من أخبث القول ابن كلاب. هذا ابن كلاب يقال عبد الله بن سعيد بن كلاب هو كلاب بعض نقراء كلاب كلاب ابن كلاب لقوة حال لقوة حجته وعارضته. وقال عبد الله بن كعب القطان أثبت الصفات الذاتية وأنكر الصفات الفعلية. ثم جاء أبو الحسن العشري وأخذ عنه. وحسين النجار أيضا من الجبرية. وأبو بكر الأصم من المعتزلة أيضا. وابن علية لعل الأول إبراهيم الذي مر الأول إبراهيم بن إسماعيل بن علي. ثم يقول مالك رحمه الله أعاد الله وإياك من مقالتهم. هذا من نصحه. سأل الله لنفسه ولك أيها القارئ والمستمع يقول أعاد الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم. نعم. أعاذنا الله وإياك من مقالتهم وعافانا وإياك من شرور مذاهبهم وأحيانا على الإسلام والسنة وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين لحقوقه ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. تم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. وهذا دعاء في آخر الألم نصح المؤلف رحمه الله دعا الله وتعالى واستعاذ بالله من الشرور والفتن والبدع. قال أعاذنا الله وإياك من مقالتهم من مقالة هؤلاء المبتدعة وعافانا وإياك من شرور المذاهب. نسأل الله أن يقبل ذلك وأحيانا على الإسلام والسنة. نسأل الله أن يتقبل ذلك وأحيانا على الإسلام والسنة وأن يعيذنا من مقالة أهل البدع وأن يعافينا من شرورهم وأماتنا على ذلك يعني على الإسلام والسنة. اللهم أمتنا على الإسلام والسنة وحشرنا عليه ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه. نسأل الله ألا يبدل ما بنا من النعم ولا أخلانا من حسن عوائدهم حرمه سبحانه وتعالى وجميل فوائده وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده. حافظ الحدود هم الذين يؤدون فرائض الله وينتهون عن معاصي الله القائمين لحقوقه يؤدون حقوق الله. ونفعنا وإياك بما علمنا وبما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا. اللهم آمين. وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه إنه المؤمن فيما يرجى سبحانه وتعالى والصاحب في الشدة والرخاء. ثم قال والحمد لله أولا وآخرا. فتح رسالة بالحمد وختم بالحمد وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. ثم كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي وآله. لو قال وأصحابه وسلم كان أحسن، لو خاتم قال صلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه، ولا الآل يتفق الصحابة، آله الصعب على دينه يتفقون الصحابة، لكن لو جمع بينهما كان أحسن، فيصلى على الصحابة مرتين، مرة دخلهم في آله ومرة بينه. وأيضا يزيد وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. وفق الله جميع طاعته، ورزق الله جميع المنافع والعمل الصالح، وثبت الله جميع على الهدى. وهذا الدرس وآخر الدروس فيها في هذه الدورة لنا معكم في هذا الكتاب إن شاء الله. وغدا ليس فيه درس، وإنما عندكم محاضرات إن شاء الله. ونسأل الله الجميع الثبات على دينه والاستقامة عليه، ونسأل الله أن ينفع العمل الصالح. في أسئلة؟ أحسن الله إليكم وأثابكم شيخنا. هذا سائل يقول البعض إن أقوال السلف في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟ كيف إن هذه البدع؟ يقول في هذه الفرق والآراء والبدع لا يجوز تنزيلها اليوم وإطلاقها على المخالفين للسنة، فهل هذا صحيح؟ لا، كل من اتصف بها بهذه البدع ينزل عليها، كل من اتصف بهذه البدع في هذا الزمان حكمه حكمه. البدع ليست منقطعة، كل قول وارد موجودة، كل هذه البدع موجودة. نعم. وهذا سائل مكوث يقول أحسن الله إليكم، هل فنيت هذه الفرق التي ذكرها المؤلف أم ما زالت موجودة؟ لا، لا زالت موجودة. الروافض الآن بين أيديكم وبين أظهركم يعيشون، والخوارج كذلك بينهم، والمعتزلة موجودون، والجهمية موجودون، والحلولية موجودون الذين أكثر الناس، والاتحادية موجودون، ولهم مؤلفات ولهم أتباع ولهم كتب تؤلف وتطبع في طباعة ورق ثقيل وطباعة جيدة، ولها محققون في كل قوم وارد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ نرجو من فضيلتكم التكرم بذكر أشهر أسماء أهل البدع الموجودين اليوم وكتبهم في هذا الزمان، وجزاكم الله خير. كما سمعت الآن أشهر البدع الروافض والخوارج والمعتزلة والقدرية والاتحادية والحلولية، كل هؤلاء وجوه صوفية، كل هؤلاء موجودون. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل من الكويت يقول هل يدخل الحارس المحاسبي ضمن المحذر منهم؟ الحارس المحاسبي من الصوفية، لكن له كلام يحتاج إلى تعبد، يحتاج إلى مراجعة. الشيخ الإسلام ذكره ابن القيم، يحتاج إلى مراجعة حاله وما قيل عنه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول هل يجوز التعاون مع أهل البدع في سبيل تحقيق المصالح العامة؟ كما سمعت من النصوص التي ساقها المؤلف يجب الحذر منهم والبعد عنهم وعدم مجالستهم وآثلتهم وعدم اتباع جنائزهم وعدم عيادة المريض، كما سمعت من النصوص لا يعاد المريض منهم ولا تتبع الجنازة. وبعض السلف لما عاد مريضا من أهل البدع هجره، ولما اتبع جنازة هجره. كيف نتعاون معهم وهذه حالهم؟ نعم، ابتعد عنهم لا يعدوك كما يستنيها الأجر، إلا على وجه النصيحة يقول تنصحهم وتؤثر عليهم، الدين النصيحة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه سائلة من تركيا تقول ما حكم الطواف على القبور بنية أني لا أدعو صاحب القبر؟ إذا كان لحظة شيخ أنا أتم السؤال لأن في بقية تقول أني لا أدعو صاحب القبر ولكن من أجل البركة ونية طيبة. من طاف بالقبر يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، شرك أكبر. وإن كان يطوف على القبر الذي يطوف لله يظن أنه لا بأس يطوف لله فهذا بدعة. فالذي يطوف على القبر إن كان يتقرب لصاحب القبر فهذا شرك، كفر أكبر. وكذلك من دعا صاحب القبر أو ذبح له ونذر له. أما إذا طاف بالقبر لله يقول حسب أنه يظن أنه ما في مانع
يطوف على القبر لله. هذا ما عبد صاحب القبر، عبد الله، لكن طواف على القبر بدعة، فيكون مبتدع. وهؤلاء يا شيخ يعني كثير من الاخوه المرقعه على الشبكه يعني يرسلون السلام عليكم والشكر لكم ويدعون لكم على ما قدمتم ويسالون الله ان يكون ما قدمتم من زين حسناتكم وجزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، نسال الله لنا ولكم التوفيق والثبات على دين العلم النافع والامر الصالح. احسن الله عليكم. هذا سائل يقول من هم الاحباش وهل تجوز الصلاه خلفهم؟ الأحباش طائفة في لبنان لهم أظن أعمال كفرية، أنا لا أعرف تحصيلهم يعني كما ينبغي، فهم معروفون لدى كثير من الإخوان لهم أعمال كفرية، وإذا كان لهم أعمال كفرية ولا تصح الصلاة خلفهم. وهذا يقول فضيلة الشيخ هل تعتبر الخطب التي تكون بعد وفاة العلماء والبكاء عليهم وإعداد محاسنهم من النياحة؟ البكاء إذا كان بدمع العين وحزن القلب فلا بأس به، وإذا كان بالنياحة والعويل والصياح فهذا نياحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، وإنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه، وهو البخاري الصحيح. فإذا كان بالصياح والعويل والندب فهذا منه، أما الرثاء هذا شيء آخر، رثاء العلماء وذكر محاسنهم وفضائلهم على وجه ليس فيه نياحة لا حرج فيها، لكن عند الموت يكون ينوح ويبكي ويعدد محاسن الميت ويضرب صدره ويشق جيبه ويلطم خده، هذا النياحة تسقط على قضاء الله وقدره. نعم. نسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجزي شيخنا الشيخ عبد العزيز الراجحي خير الجزاء. اللهم اغفر له ولوالديه، اللهم اجعل ما قال في ميزان حسناته، اللهم ارفع درجاته واكفر سيئاته، انك وليك ولي ذلك والقادر عليه، يا ارحم الراحمين.